مساء الخير. وراك رجعت هالولد؟ هم أمه تقول وده الخالة. خالة طلع مو بكفو. الولد بيمدد معنا يومين لين ما تطلع أمه من المستشفى. سبحان افتح الباب. وش في؟ انت قايل له شيء؟ اصلا هو من جه وهو متضايق. يا ولدي افتح الباب. خليه يفتح الباب لا يحس غرفتي. اتصل بالدفاع المدني لا يجي الولد شايلنا بلشمه. يما وش فيك انت؟ وين كذا الولد؟ وين كنت تكلم؟ خلاص خلاص اتركوه، المهم انه طيب. مهم منك من خالك المنحوس. لا تاخذه من غرفتي ثاني مره. انا اسحب مفاتيح الغرف كلها. أجي خالي الولد وطلع علينا المسدس وأطلق ثلاثة أو 10 طلقات. حدد ثلاثة ولا 10؟ عشان ما أكذب عليك 15 طلقة كلهم هربوا إلا أنا. طيب الولد فينه؟ أي ولد؟ اللي تحكين عنه. لا 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 ما أعرفه، لا تورطني معه. رجعت يا حرام الشاورما. يا ليل الليل، أنت ما نسيت؟ ولا تزعل يا ابويا، اليوم عشاك علي. حنا يا القعيطي. تبي عشيك؟ لو تبي قطرة ماء وشافك ميت ما عطاك اياه، شوك شو عارفه. نوف طفش، ودي اطلع برا ودي اتمشى، حتى سمحان قال لي انه طفشان. يا كذاب، اصلا سمحان ما يتكلم. ها؟ قال لي بلغة الاشارة. خلاص شوف وين تبغى نروح. نبغى نروح نشرب عصير. وناكل الايس كريم اللي كلنا ذيك المره، وتاكلين السلطه اللي تحبينها، وبعدها نروح السينما ونشوف لنا فيلم. سينما لا، انا وراي مذاكره ولازم ارجع اذاكر. ناخذ عصير ونرجع. يس يا قوي، حسبني ما ادري انك جيت البيت انت وهالقديش اللي معك. ترى انا عارف ان كل شيء، وسمحان والله لا اخذ غصب عنك. تبطي عظم، سمحان امانه عندي ولا راح يستلمها الا امه. وانت يا الملحوس لعد تتصل على الرقم ذا. يلا دزها دزها. كافو يا عامر. ايوه تقول الطول يا ود عمي. صوت يخوف. يخوفك انت وشكالك، اما انا ما يخوفني. مش حابين تطلبوا؟ بس ما تعطني ميني بانكيك ميكس شوكليت وانا حليب نص فراوله. وسمحان شو نطلب له؟ سمحان وين الولد؟ ما ادري كان ورا هنا. لو سمحت ما شفت ولد لابس ثوب. اي ولد؟ امشي امشي. ولا تطلعينه من دون ما تقولين لي ليه. خلاص خلاص يلا مع السلامة. عسى خير يا ودلعة. سمحان اختفى خاله الملحوس وانا بروح له. وانت من جدك بتروح له؟ ايه بروح له، والدجاجة يقعد بالاستراحة، واللي براسه قدحه ورجال يجي معي.